غدي تحية لك من هنا من المعايسرة التي شهدت قبل قليل غارة عدوانية إسرائيلية شنها العدو الإسرائيلي على مبنى سكني من 3 طوابق يتواجد فيه أكثر من 50 شخصا. أود أن أشير غدي إلى أنه حصيلة هذه الغارة وحتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها هي شهيدين وأكثر من 50 جريحا. ويمكن أن نرى بعدسة الزميل عصام أبو رجيلي أن فرق الإنقاذ والأسعاف توجهت مباشرة إلى هنا للمباشرة بعمليات رفع الأنقاض، حيث يمكن أن نرى بعدسة الكاميرا وجود حجم كبير جدا من الركام الذي لا يمكن رفعه إلا بجرافات تقوم بعملها هنا في المحيط السكني المكتظ في المعيسرة. تقوم كما نرى بعدسة الزميل عصام برجيل الجرافة برفع الأنقاض، ويمكن أن نسجل هنا وجود عشرات الجرحى الذين يتواجدون تحت هذه الأنقاض. كنا قد عرفنا قبل قليل أن عددا من الجرحى كانوا يصرخون تحت الأنقاض، وهو الأمر الذي يحاول فرق الإسعاف والإنقاذ أن يصل إليه، يحاولون الوصول إلى هؤلاء الجرحى من خلال عمل إن الجرافة أو السيارات أو فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ الذين يقومون بجهد كبير جدا. نحن هنا في الموقع أو المحيط السكني الذي تم استهدافه قبل حوالي الساعة من الآن. كنا قد وفور وصولنا إلى المعيسرة قد شهدنا حشدا كبيرا من أهالي المعيسرة الذين غادروا بيوتهم ونزلوا إلى الطرقات، وذلك بعد الغارة العدوانية مباشرة التي استهدفت هذا المحيط السكني. إشارة غدي هنا إلى أن هذا المحيط السكني مكتظ بالشقق والمباني السكنية، وإشارة إضافية هنا إلى أن المبنى المستهدف يعود إلى عبد الله عمرو، وهو خال رئيس بلدية المعيسرة زهير عمرو المتواجد مباشرة إلى جانبي. زهير عمرو، اليوم كنت عم تحكيني قبل شوي أنه في شهيدين وأكثر من 50 جريح، المعطيات الأولية والحصيلة الأولية لحد هلأ شو هي؟ الحصيلة الأولية لحديت هلأ المبنى كان فيه موجود حوالي 50 شخص تقريبا. الشعل حديت الآن شهيدين وبعد فيه تحت الأنقاض، ندعو الله عز وجل أن يقوموا بخير وسلامة. بيت مواطن لبناني ما لا يعني ليس له أي علاقة بأي أحزاب أو بأي أمور تتعلق بالحرب الدائرة بين العدو الصهيوني. لم يكن هناك أي وجود لأي قيادة حزبة لأي شخصية معينة داخل المبنى إطلاقا. بيت أهل بالسكن موجود فيه عائلة آل عمرو وصهورتهم منصور من آل من آل من آل جعفر، يعني مواطنين ليس لهم أي علاقة لا بأحزاب ولا بغيره. بعدين ضربوا مكان سكني أهل، يعني صاروا ثلاث ضربات في بلدة المعيسرة. المجزرة الأولى 16 شهيد، بيت الشهيد علي مصطفى عمر. الضربة الثانية كمان مبنى المرحوم أحمد عبد الهادي عمرو، واليوم بيت عبد الله توفيق عمر أبو موسى الحاج عبد الله خالي. يعني مجازر غزة اللي عم تنعمل بغزة عم تتكرر هي ذاتها انتقام، لأنه المعيسرة هيدي البلدة المقاومة الولاء للمقاومة بشكل صرف عم يتم الانتقام منها. لا يوجد منصات صواريخ، لا يوجد مراكز عسكرية، لا يوجد منصات أسلحة، لا يوجد أي شيء في هذه البلدة سوى المجازر المتنقلة لإرعابنا. نحن من هذا الموقع بدنا نقول سنتمكن سنكون خلف المقاومة كالبنيان المرصوص وسنشتد قوة أكثر وأكثر، وخاصة بشهيد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله سنزداد قوة أكثر وأكثر، كما قال سيدنا السيد الشهيد عباس الموسوي: اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر وأكثر، وأن هذه البلدة وكل بلدات جبيل وكسروان المسيحية والإسلامية ستتمسك أكثر وأكثر في خط المقاومة. سؤال، كنت عم بحكي قبل شوي مع أحد أعضاء فريق
الإسعاف عم بيقول لي إنه في ولد بعده عم بيصرخ تحت الأنقاض. يوجد أطفال، يوجد نساء، نحن ما بنعرف قديش العدد الموجود يفوق 50 شخص. لحديت الآن صرنا ناقلين حوالي 15 شخص، شهيدين والباقي جرحى، والموجودين تحت الرقام لا يعلمهم إلا الله. ندعو الله عز وجل أن يكونوا أحياء. نعم، غادي نتحدث هنا عن مجزرة بكل معنى الكلمة من معنى، نتيجة الغارة العدوانية الإسرائيلية التي استهدفت المبنى التابع لعبد الله عمرو في المحيط السكني المكتظ هنا في المعيصرة الكسروانية. هذه الجولة الثالثة من الغارات العدوانية التي تستهدف منطقة المعيصرة. كانت الغارتان السابقتان كان منذ أسبوعين قد استهدفتا محيطين سكنيين قريبين من هنا. الجرافة تدخل الآن غدي، يمكن أن نرى بعدسة الزميل عصام أبو رجيل وصول جرافة ثانية تقوم بنقل الأنقاض أو رفع الأنقاض، ويمكن أن نسجل أيضا أضرار مادية كبيرة في السيارات التي كانت متواجدة في هذا المحيط. يعني حالة من الغضب العارم تنتاب أهالي المعيصرة الآن الذين غادروا جميعا بيوتهم بعد الغارة العدوانية الإسرائيلية. نستطيع أن نرى بعين كيف أن الجرافة الكبيرة دخلت الآن إلى المحيط السكني لكي تشارك في أعمال رفع الأنقاض وسط حجم كبير من الركام الذي يسيطر على المحيط السكني المستهدف. غادي عناصر من الجيش اللبناني حضروا إلى هنا قبل قليل. يبدو أن هناك أضرار كبيرة في المباني السكنية المحيطة بالمبنى المستهدف أيضا هنا في المعيصرة. مباني عدة منيت بدمار كبير نتيجة هذه الغارة العدوانية. نتحدث حتى الآن في حصيلة هذه الغارة غدي عن شهيدين وأكثر من 50 جريحا في الغارة العدوانية على منطقة المعيصرة، وحجم الركام الذي يمكن أن نراه بعدسة كاميرا الجديد أكبر من أن يحصى غدي.